مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع الناس. أيها الأخوة، أود في بداية هذه الحلقة أن أعبر لكم وعن نيابة عن زملائي في هذا البرنامج وعن أسرة التلفزيون عن بالغ شكري وتقديري لكل المشاعر الطيبة والوفية التي نتلقاها منكم دائما عبر رسائلكم، عبر مكالماتكم الهاتفية، وعبر اتصالكم الشخصي دائما معنا. ونتمنى أن نوفق دائما في التطرق إلى الموضوعات التي تهمكم جميعا في إطار المصلحة العامة وبما يخدم المواطنين والمقيمين في ظل الرعاية الكريمة لدولتنا بتوجيهات من قائد هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله وسموه ولي عهده الأمين. بين حين وآخر نتطرق إلى جانب مهم، هذا الجانب هو جانب الصحة، والدولة حرصت على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين عبر المستشفيات الحكومية المتخصصة، عبر المراكز والمستوصفات، وأيضا مع توفير أسباب الرعاية الصحية المتكاملة من حيث توفر الأطباء المهرة، الأقسام الفنية والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ومن حيث أيضا الدواء مجانا. كل هذا يأتي في إطار رعاية الدولة لمواطنيها، وهو شيء نفخر به ونعتز به في هذا البلد وضمن هذه العطايا الكريمة. أتحدث أيضا اليوم عن خدمات الصحة، عن مستشفى كبير من المستشفيات التي اعتبرها أو أعتبر هذا المستشفى صرحا من صروحنا الطبية الكبيرة، هو مستشفى الملك فهد في ثغرنا الباسم في مدينة جدة. في بداية هذه الحلقة أود أن أرحب بسعادة مدير عام المستشفى الدكتور أحمد عاشور، أقول لك أهلا وسهلا دكتور أحمد، حياك الله، فرصة طيبة أهلا وسهلا نلتقي مع السادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا، وهذه حقيقة فرصة طيبة، ونشكر التلفزيون السعودي بصفة خاصة ولك بصفة على هذا الإتاحة، هذه الفرصة لإعطاء بعض الضوء عن مستشفى الملك فهد بجدة. شكرا دكتور، وأنا سعيد الحقيقة بهذا اللقاء. دكتور، من سيكون معنا؟ الدكتور عبد الرحمن خياط، مساعد مدير المستشفى. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. كبير الأطباء في المستشفى. فرصة طيبة ونشكركم على هذه الجهود الموفقة. الدكتور هاني مرداد، رئيس قسم الجراحة في المستشفى. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. الدكتور فؤاد بوغست، رئيس قسم الباطنية. أهلا دكتور فؤاد، حياك الله، أهلا وسهلا، فرصة سعيدة، الله يسلمك. الدكتور فيصل شاهين، رئيس مركز الكلى. أهلا دكتور فيصل، شكرا، الله يبارك. الدكتور عبد الحفيظ خوجة، مدير العيادات. أهلا دكتور عبد الحفيظ، حياكم الله أستاذ سليمان، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم. والدكتور محمد نبيل عباس، رئيس قسم الطوارئ. يا هلا دكتور، حياكم الله، مرحبا. دكتور، قبل أن نلتقي مع السادة زوار المستشفى واللي يمكن لديهم العديد من الملاحظات، أود أخذ فكرة عن مستشفى الملك فهد، متى أنشئ، سعته السريرية، أيضا الأقسام الموجودة فيه بشكل سريع. حقيقة مستشفى الملك فهد أحد 5 مستشفيات قامت وزارة الصحة بإنشائها في عدة مدن مختلفة من المملكة. السعة لكل منها حوالي 500 سرير، ولكن مستشفى الملك فهد بجدة وضعت فيه بعض التوسعات وحتى وصل سعته الحالية إلى 907 سرة فيها. يعتبر من الناحية العددية ثاني أكبر مستشفى لوزارة الصحة في المملكة، ولكن من الناحية التخصصية يعتبر أول مركز، أول مستشفى من ناحية التخصصات الموجودة فيه وندرتها فيها. بيحتوي المستشفى على جميع التخصصات الطبية ما عدا أمراض النساء والأطفال اللي هي قريبة جدا من المستشفى، ويحتوي بالإضافة للتخصصات العامة اللي هي كما معروف الباطنية والجراحة إلى تخصصات مركز القلب، جراحة القلب المفتوح، ومركز للكلى، ومركز للأنف وأذن وحنجرة، وجراحة المخ والأعصاب، والآن كمان في مركز للأسنان على وشك الافتتاح، بالإضافة للتخصصات الأخرى المعروفة فيها التي كما هو معروف في جميع المستشفيات الأخرى فيها.
المستشفى بيعتبر المركز الرئيسي التحويلي للمنطقة الغربية بشكل عام لجميع التحولات هذا، بالإضافة أنه بيأخذ إلى التحولات خارجية من مختلف أنحاء المملكة، وحتى من خارج المملكة بتجينا تحولات كثيرة تتطور فيها. دكتور، أمام هذه الأقسام الكبيرة والمتخصصة، الجهاز الطبي العامل من أطباء، من هيئة التمريض، من مساعدين، كم عددهم؟ يبلغ الجهاز الطبي التابع لوزارة الصحة حوالي 1500 موظف، أما بالنسبة للجهاز المساعد اللي هو تابع للشركات فحوالي 1200 موظف إضافي إلى هذا الشيء. تبلغ الساعة الكلية تقريبا للخدمات الموظفين العاملين حوالي 2700 موظف حتى الآن. هل هذا يكفي فعلا؟ في الوقت الحاضر نعم، لكن في التوسعات المستقبلية إن شاء الله يمكن يحتاج زيادة، وكل ما نحتاج زيادة وزارة الصحة مثلا في وزير الصحة لا تألو جهدا في تدعيم هذا المستشفى والمستشفيات الأخرى بشكل عام في بما يحتاجون سواء من أيدي عاملة أو من مواد وتجهيزات إلى آخره، كل ما احتاج الوضع لذلك. اسمح لي دكتور، اسمح لي أطلب أن ألتقي مع الأخوة الآن المراجعين كحدي لديهم بعض الملاحظات. يا أهلا وسهلا بكم. تفضل. مساك الله بالخير. كيف الله يعافيك. سعود مساعد الجاني. يا هلا سعود. اهلا بك. الله يسلمك. والله انا جاي مرافق مع عمي هنا مريض. أيوة. جريت له عمليه. ايوه. عمليه ايش؟ عمليه مفصل رجله مكسور. اي مفصل صناعي. ايوه. فاشكر خادم الحرمين على الجهود والحكومه. نعم. التي ادتها للمواطنين. نعم. وكذلك أشكر المسؤولين في المستشفى وعلى رأسهم مدير المستشفى، ولكن لدي ملاحظة، هي لو أن المرافق يجعل له سرير أو يعني المرافق. أيوة بالنسبة للمرافق للي يحتاجون. أيوة طلب مرافق أو حاجة ماسة يعني لهذا الشيء. الدكتور يجيب ويحيل السؤال. لا تفضل. هي الحقيقة فعلا السر، لا يوجد سرير للمرافق لأنه المساحة اللي فيها مخصصة في المستشفى لا تمكن من وضع سرير خاص للمرافقين فيها، ولكن احنا بنحاول بقدر الإمكان نتجاهل وضع وجود المرافق في المستشفى، لأنه هذا بيشكل عبء أيضا على الخدمات التي تقدمها المستشفى سواء من ناحية التغذية أو من ناحية الخدمات التي تستلزم المرافق نفسه في المريض فيها. وهي لو نظرنا في وضع المرافق، إيش المطلوب المرافق؟ هي المساعدة في تقديم الخدمة للمريض فيها. حاليا الآن في دراسة على أساس أنه في هناك الأسرة التي تتحول إلى أو الكراسي تتحول إلى كنب، هي كنب وتتحول إلى سرير، موجود منها عدد في المستشفى بيستخدم إلى هذا الغرض فيها، ولكن ليس بالعدد الكافي. فالاتجاه الآن قائم لإلغاء موضوع المرافق بقدر الإمكان متى توفر عندنا العدد الكافي من التمريض اللي هم بيقوم بعناية المرضى فيها. اقتنعت؟ والله مقتنع أنا، ولكن يعني لو الموضوع هذا يعني تعجل فيه شوية. لا. على اساس انه مرافق. اي نعم انا مرافق وبعض الحال. نعم سمحوا لي لانه حالته تتطلب الحاجه هذه. إيه كم عمره؟ عمره تقريبا فوق 80 سنه. إيه. والعمليه ناجحه؟ العمليه الحمد لله ناجحه. والدكتور لا الدكتور ويليامز هذا امريكا اعتقد. إيه. هو دكتور كويس ممتاز. في ملاحظه ثانيه؟ والله سلامتك. سلامه عمك ان شاء الله. الله يسلمك. الله يحييك. شكرا. مساك الله بالخير. حياك الله. الاسم الكريم حميد محمد المالكي. يا هلا حياك. سلامات. الله يسلمك. والله انا حصل لي مشكلتين في المستشفى هذا. مشكلتين؟ نعم. المشكله الاولى اني رجعت بابني يبلغ من عمر 6 سنوات. ايوه. كان عنده عباره عن حساسيه ويطلع في يده وفي جسمه زي حبه ذره. طيب. رجعت الدكتور المستشفى هنا حولوني على دكتوره حساسيه. ايوه. دخلت العياده الدكتوره حساسيه، حصلت الدكتور الدكتوره طالعه في الورد بس مجرد نظره، قال هذه يا اخي ما يبغى لها اي علاج. ايش علاجها؟ قال روح خذ مقص من الصيدليه وقص انت بنفسك. قال لك كذا؟ والله قال لي كذا. ايوه. يا دكتور ما يصير الكلام هذا. قال لي يا اخي هذا لا تكلف نفسك اكثر من كذا. طيب. اخذت نفسي ورحت لمدير عيادات اللي هو تقريبا بار عيادة. كويس اللي ما رحت اخذت مقص. لا طبعا انا عارف ان هذا الشيء غير معقول يا اخي، انا ماني دكتور، لو انا دكتور ما رجعت المستشفى. طيب. رحت لمدير العيادات قال لي يا اخي اذا كان دكتور حساسيه قال لك الكلام هذا شو اسوي لك انا؟
شلت نفسي ونزلت على اساس اقابل الدكتور مدير المستشفى. للاسف اني ما تمكنت يعني. المره الاولى بحجه ان عنده اجتماع وقالوا ان عنده اجتماع. المره الثانيه والله ما ادري ايش يعني تقريبا كذا. المهم اني ما تمكنت. اضطريت اني اخذ ابني وراجعت مستشفى الجامعه والحمد لله. في مستشفى الجامعه قابلنا الدكتور رحيمي قسم الحساسيه والحمد لله يعني كل شيء تمام. هذا من الناحيه. الملاحظه الثانيه ان زوجتي عندها كليه زايده في اليمين. كليه زايده؟ اي نعم. ما شاء الله عندها ثلاث كليات. عندها ثلاث كليات نعم. ايوه. وكنت راجع بها في مستشفى الشاطي. بعد ما تحول مستشفى الشاطي بحكم اني ساكن في حي البوادي حولت هنا لمستشفى الملك فهد. الى حد الان لاكثر من سنه ما حصلت اي نتيجه. لا علاجات يعطونا ولا شيء، اللهم مواعيد بس كل بعد فتره. الكليه الثالثه يعني مسببت لها متاعب؟ نعم سببت لها متاعب ومسببت لها حتى اسقاط في الحمل ثلاث مرات او اربع مرات تحمل وتسلب. من الكليه الثالثه؟ نعم من الكليه الثالثه. الى حد الان لم يجد اي نتيجه. ممكن معنا مدير العيادات خارجيه. تفضل يا دكتور. حقيقه يمكن سمعت عمليه الحساسيه. نعم في الحقيقه انا استغرب الاجابه اللي تلقاها الاخ المواطن من الطبيب المعالج، وبصفتي مدير العيادات انا ما عندي خبر عن الموضوع، انت ما راجعتني. الدكتور هذا بار عايده تقريبا بار عايده واسمه هذا مدير العيادات اللي هنا مكتوب عليه لوحه مدير العيادات الخارجيه. بار عايده هو؟ والله ما عندنا هذا الاسم، لكن على العموم انا ان شاء الله بعد انتهاء التسجيل هنروح انا وانت للطبيب جنبنا طبعا عياده الجلديه ونقدر نستوضح الامر منه ونشوف ايش هذا، لاني انا حقيقه استغرب الاجابه هذه منه واستبعدها. ما اتخيل ابدا انه طبيب يقول لي مريض جيب مقص وانت قصها بنفسك، لكن ان شاء الله بعد التسجيل نروح له سوا ان شاء الله. المفروض انه يروح معك ويشوف الشخص اللي قال لك، وفعلا هذا اذا ثبت هذا الشيء فيجب انه الحقيقه يعني ما يمر. ما قصر شخصيا، انا الدكتور هذا ما قابلته شخصيا، قابلت هذا مدير عيادات الخارجيه زي ما قلت. لا في لوحه ثانيه مكتوب اعتقد بار عايده او بار عايده تقريبا كذا. طيب كويس. هو اللي قال لي خلاص الدكتور حساسيه قال لك كذا، اكثر من كذا ماني دكتور يا اخي، الدكتور المختص هو اللي قال لك الكلام هذا. قلت له يا اخي ما يصير الكلام هذا، لو انا دكتور ما رجعت المستشفى. وكيف عمليه الدم؟ قال لي عمليه الدم وتحط لك ثلج او تحط لك كلونيا تبور الشباب وانتهت المشكله. هذا كلام دكتور حسن. احنا ان شاء الله بعد التسجيل حنستوضح الامر انا وانت كذا. دكتور احمد زي ما قال الدكتور عبد المقصود. ايه عبد الحفيظ خوجه. اي نعم الحقيقه انا بستغرب هذا الكلام طبعا، لكن لابد نسمع للطرف الثاني حتى ناخذ الحقيقه واضحه فيها. وموضوع الكلى الدكتور فيصل شهيب. تفضل الدكتور فيصل. دكتور فيصل ماذا عن الكليه الثالثه هذه والمتاعب اللي بتجدها زوجها؟ الحقيقة الموضوع يمكن يخص بصفة مباشرة القسم المسالك البولية، لكن الكلام اللي قال عليه نفس المواطن وشكواه بأنه هو بيراجع كله بعد فترة هذا علميا صحيح. مثل هذه الحالات ما يحتاج لها أي شيء، يحتاج لها متابعة مستمرة لمعرفة وظائف الكلى، وإذا كانت بتسوي أي ضغط على أي عضو من الأعضاء ساعتها ممكن استئصالها، لكن بدون ذلك ما يحتاج أي استئصال. متابعة بدون علاج الآن لأربع سنوات أنا راجع ما بين مستشفى الشاطي وما بين مستشفى الملك فهد، كذلك أربع سنوات وزوجتي كل ما حملت تسلب، وقال الدكتور هداية في مستشفى الشاطي محتمل يكون الإسلاب هذا بسبب الضغط الكلوي هذا يصير لها. أربع سنوات أنا راجع بدون علاج بدون أي نتيجة. يعني غير ضروري أن المريض اللي بيراجع وبيتابع أنه يأخذ علاج، هذا مجرد فحوصات لمعرفة قد إيش الوظائف صايرة وإيش مشاكل المريض. إذا كان الإسلاب هذا سببه أن زيادة حجم الكلية ساعتها يمكن استئصالها، واعتقد ان الطبيب المشرف لابد انه يراعي هذه الظروف اذا كان السبب الفعلي هو وجود الكليه الثالثه. لكن استئصال الكليه الثالثه غير ضروري، لان عاده اذا خلق الانسان بثلاثه كلى واحده منهم بتبدا تضمر، فما بتاخذ الحجم الكبير اللي هو ممكن يسبب اسلاب او اي شيء ثاني. بس لو يا دكتور استؤصلت الكليه الثالثه هل يمكن يستفاد منها لمريض اخر؟ والله الحقيقه عاده ربنا خلقنا بكليتين بتأدي وظائف بنسبة معينة لكل الجسم، فالكلية عادة الكلية الثالثة تستأصل الأضعف، فإذا كان ممكن الاستفادة منها إذا كانت قوية بحاجة يعني بقوة كافية أنها تفيد مريض آخر ممكن الاستفادة منها، ما هي قوية معناها استئصالها بدون أي نتيجة للمريض ثاني. تضح من الإشاعات أن الكلية صغيرة جداً، وده حنا قال ضامره يمكن. اي نعم. شوف ده حنا ما اتكلم عن الاسلاب وعن البزوره، ما هي مشكله الحمد لله عندي ثلاثه بزوره وربنا يحفظهم ويصلحهم. انا اتكلم عن صحتها قبل كل شيء يعني بصرف النظر عن الاسلاب. اتكلم عن المراجعه اربع سنوات بدون اي علاج، تعال بعد ست اشهر، تعال بعد ثلاثة اشهر، تعال بعد سنه بدون فائده. فرصه انك تروح للدكتور فيصل.
الله يحييك. المتخصص او الدكتور لا تفضل جينا ما. لكن عموما بس توضيح لي اذا كان في ضمور زي ما قلت، بس عشان اعطيك فكره، اذا كان في ضمور يعني حجم الكليه حوالي 5 سنتي، ما اعتقد انها تاثر باي حال من الاحوال على اي اشياء ثانيه. لكن اذا كانت مسببه ضغط او مسببه بول في دم او شيء ممكن ساعة استئصالها. عندكم ملف يثبت الشيء هذا، وعندي اشاعات برضه من مستشفيات خاصه تثبت الشيء هذا، مستعد باحضارها وان شاء الله ما يكون الا خير. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. وين هذا محمد؟ محمد اي محمد اللي سمع كلش على عند حمد؟ وينك هي ها محمد؟ انا مروان. علام كل خش داخل خير ان شاء الله. كم مره انا قايل لك يوز من هالشيء هذا؟ خير ان شاء الله. يوز من هالاسم، لا تقعد تناديني ابو حمد طنازه طفاره، هاي طفارتي. اي حمد وين حمد؟ ما علشان شو انا شايف حمد عشان تقول لي ابو حمد؟ استريح نادني راشد وانا رافض. استريح استريح معه استريح استريح والله. خذ راحتك خذ راحتك. ذبحنا طيره وحده ما قاعد بين هالطيور ملعوز روحي. وعندي جرد اليوم، عندي جرد اليوم، بايع شادي ما ادري من ما ادري على عبد الرحمن بايع ما ادري. أقول اللي سمعك جرد وما جرد إنك بنك المركزي الحين. عن الطنازة يا مروان فكني، أبو حمد من صوب والجرد من صوب، لا اللي فيني كافيني ترى أرجوك. إيه خلي خلي راكد خلي راكد. سويت على اللي قلنا لك الموضوع. أوف ردينا على هالموضوع هذا يا معود، سد هالموضوع فكني أنا وين وهالمواضيع وين، ما أقدر ما أقدر عليك ما أقدر. يوه يا أبو حمد اسمع كلام، لا تقول أبو حمد جه ما يخال ما يخال. أقول أتبرى وأنا أقول لك يا أخوي، تزوج تزوج مرتك عاقل والشارع حل لك أربع على ممكن. أدري إن الشرع حل الأربع أي خلاص، وبالتاريخ أنا أقرأ اللي تزوجوا من 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 حرمة بقلبي، كل اللي تزوجوا تاريخيا حافظ أساميهم. إيه أخذ اسمي منو؟ حديب ابن الأفطس. إيه؟ تزوج 130 مرة. علم نفسك عاد أنا أقدر أسوي مثل حديب؟ ما أدري عنك. أو مثل ابن الأفطس؟ مو بيدي أنا أحب، هذاك يمكن ما يحب، هذاك يمشي وتزوج، انا ما اقدر على حب متزوجها 16 سنه عشره عمر، اي اخر عمري اذكرها. يوا حب قيس وليلى على مكن. أوه. يا ابن الحلال ندري انك تحبها وعزيزه عليك، لكن انا ودي ان يجي لك ولد يرفع ذكرك يرفع اسمك على حبك. يا مروان يا بعد شبدي لا تنسى اني انا تزوجتها وانا فقير مسكين موظف محصل في الكهرباء. نعم. والله رزقني هالطيور وهالشوادي كلها على وجهها. كفو هالشوادي. يا ابن الحلال اسمع كلامي اسمع كلامي واتكل على الله. غير هالحكي ماكو غير الحكي. قوم وحن وياي قبل لا يسكر السوق واشتر له هديه وترضاوه، وبطريقتك اللي انا خابرك فيها اقول اكيد بتوافق. زين زين روح دكانك وانا اراجع. اي روح دكانك قوم الحين اخلص قوم. روح زين انا ايك زين انا خليني اطالع اذا يا حلال قوم خل اجرد حسابي. يا ابو نعيم الله يهداك روح وانا جايك. وقاطب عليه تنصدم ما تنصدم؟ اي مخففه اي طبطب عليه تنصدم البنيه هي فاتحها مني وطريقه اقول لها هات بتزوج عليك. والله من صدمه البنيه ما هي من صدمه وسوق سيارتك دعمها. لا يبا اشرح لها وضعك. يلا قوم اتكل على الله انطلق زين روح روح يلا لا خلي كل شيء ابو حمد حاطه طيور وبلابير وشوابي. يلزمني مساعد وانت يا أمون لك عندي عهد، ما فرط فيك لا والرب شاهد، أنا حقك روح والغير الجسد، أنا لين وقت يلزمني مساعد وانت يا أمون لك عندي عهد، لا والرب شاهد، أنا حق شروح والغير جسد. عن بعد يمكن الممثل الكويتي المخرج المعروف منصور المنصور. أستاذ منصور أهلا وسهلا، كل سنة وأنت طيب، كيف الحال؟ تفضل معي كيف الحال؟ الأخ منصور المنصور عني غير التعريف، مخرج ممثل كويتي معروف أيضا مؤلف. منصور قل لك سلامات. اهلا الله يسلمك. والله ما شر عندي مراجعات هنا في مستشفى الملك فهد.
من فترة من أيام الاحتلال الكويت طبعا، يعني بالنسبة لي أنا والكويتيين أيضا اللي كانوا موجودين هنا في جدة دائما الحقيقة ما قصروا الأخوان هنا، المستشفى مفتوحة دائما وللمراجعات، وأي واحد أي مريض وأي مرض الله يشفي الجميع، يعني دائما ما في أي مضايقات، ودائما الحقيقة على طول يفتحون لنا الملفات هنا. وأنا من فترة الاحتلال صار معي سكر، ومن ذيك الفترة تقريبا أعتقد تقريبا من أثر الصدمة اللي صارت، لأن تعرف من أول ما صار الاحتلال في يوم الفجر نفسه، فجر الاحتلال بدأت أنا وزملاء لي من مذيعين سلوى حسين ويوسف مصطفى وعلي حسن ومجموعة من الأخوان بدأنا عملنا الإذاعة السرية اللي بدأت هناك في الكويت، وطبعا تحدثوا عنها العالم كله عن الإذاعة السرية، فالشغلة كانت مهينة بالنسبة لنا طبعا. وحتى هم فيما بعد القوات الاحتلال اكتشفونا واكتشفوا مكاننا ياو علينا هجموا على أساس أنه طبعا، فاستطعنا الهروب هربنا، لكن أيضا ما توقفنا، عملنا إذاعة ثانية نفس الإذاعة هذه السرية أيضا، وأيضا اكتشفونا وعملنا إذاعة ثالثة إلى فترة معينة تقريبا لمدة أسبوع، وبعدين الحكومة وولي العهد قالوا تعالوا السعودية علشان تواصلون عملكم يعني، وبالفعل هيئوا لنا المجيء إلى المملكة العربية السعودية، وواصلنا أيضا المشوار بالإذاعة. فطبعا من ذيك الفترة طبعا تعرف كنا نشتغل تحت القصف والطائرات وحوالينا وهذا، فأثرت الظاهر أنه علي، لكن حتى ما اكتشفت أنه في سكر إلا فيما بعد يعني أيضا بعد فترة طويلة. والحمد لله أنا قاعد أراجع هنا في المستشفى سمو مرتفع السكر، والله نوع ما شوية واصل إلى 200 أي وصل إلى 273 تقريبا وكذا، الآن أراجع على أساس أنه خفض وكذا، وبين فترة وفترة وراجع حاضر على حمية. نعم إن شاء الله. نعم والحقيقة إحنا في عناية طيبة والحمد لله، يعني كأنه بالفعل في بلدنا يعني مكاننا. في ملاحظات منصور على المستشفى هنا والدكتور معنا الدكتور أحمد عاشور بقية الجهاز؟ والله والنعم والله أنا من خلال مراجعاتي ما يعني شفت أي ملاحظات، يعني الحمد لله مستوى العلاج مستوى طيب ومرتفع جدا، يعني حقيقة يعني لدرجة أني أنا شخصيا جبت عائلتنا في بعض خالتي وكذا يعني من عائلتنا من الكويت جبتهم وقلت لهم تعالوا جو هنا في السعودية، وبالفعل جبتهم وجو هنا وأخذوا أيضا علاج، لأن أيضا عندي خالتي من أثر أيضا الاحتلال رجلها ما قامت تقدر تمشي عليها أيضا وقامت تزحف، فأخذت العلاج الطبيعي هنا أيضا فترة من الزمن، والحمد لله يعني حقيقة يعني ما شفت أي ملاحظات، يعني كل واحد لما يعطي الموعد في موعده نفسه يجي الواحد حتى لو يتهيأ يعني قبل موعده، حتى إذا كان في ما في أحد عند الدكتور اللي جاي حقه ممكن يدخل الواحد على طول، بس المهم أنه يكون واحد جاهز، بس المهم أنه الإنسان نفسه المريض نفسه ما يتأخر عن موعده، يعني هذا التأخير هو يسبب عرقلة أو يسبب هذا، لما يتأخر يأخذ موعد آخر موعد مكان غير مريض ثاني، فإذا أعطوه موعد ثاني بعيد يقول لك هذا أعطوني موعد بعيد وتغير، وإذا دخل مكان واحد مريض عرقل المرضى اللي بعده، فهذه هي المشكلة. المهم أنه من إحنا كمواطنين أنه الواحد يلتزم بموعده على أساس أنه كلام يسر الأطباء يعني كلام الفنان منصور. والله أنا أول شيء أشكر الأخ منصور على هذه الملاحظة وكلامه هذا في محله، لأنه السنة اللي فاتت مثلا أعطينا حوالي 170 ألف موعد لمرضى العيادات الخارجية، في نسبة المتخلفين وصلت إلى حوالي 26 ألف،
فهذه تستطيع تتخيل النسبة الكبيرة اللي هو الناس اللي ما بيراجعوا. قد يجوز من هذه النسبة لأنه المستشفى معروف تحول لتأخذ فترة الانتظار بعض الأحيان إلى شهر أو شهر ونص في بعض التخصصات فيها. فهناك أنواع من الناس يا أنه يكون نسي فعلا أو يكون في إقامته في محل في بلدة تانية يعني مختلفة عن مدينة جدة وما يتذكر إلا ثاني يوم أو ثالث يوم بعد الموعد ويجي راجع يحاول أنه يلحق الموعد ويأخذ موعد ثاني. عدم وصول هؤلاء في مواعيدهم بيضيع الفرصة أمام الناس آخرين أنه يستفيد من فرصة العلاج أو مراجعة الطبيب المختص. فما في شكل ملاحظة هذه حقيقة في محلها ونتمنى هذه طبعا لابد تعاون المجتمع بشكل عام فيها إن شاء الله. سلامات طيب شكرا. منصور ما أدري عائلة المنصور الحقيقة عائلة فنية فما أدري وش إن شاء الله الإنتاج المنتظر. والله إن شاء الله في إنتاج يعني عندي أنا شخصيا عندي مسرحية خاصة للأطفال اسمها إيش؟ لحد الآن ما حددنا اسمها لكن اسم مبدئي اسم عقلان وغفلان اسم عقلان وغفلان. هذه مسرحية احتمال أيضا أقدمها هنا في المملكة العربية السعودية بالأول وبعدين نقدمها في الكويت. هي مسرحية تعليمية واجتماعية وفي نفس الوقت أيضا فيها شبه خط خفيف وطني أيضا. وطبعا في هناك أعمال مسرحية للكبار في من خلال فرقة مسرح الخليج العربي بالكويت في مجموعة نصوص هناك أيضا تخص أيضا الاحتلال أيضا وكذا. وإلى جانب الأعمال الإذاعية وانت عارف طبعا الإذاعة كثيرة. سلامات منصور. تسلم الله يسلمك. الله يخليك. الله يمتعك دائما بالصحة والعافية. لنرى الحقيقة منصور المنصور ومحمد وعبد العزيز إن شاء الله في أوج عطائهم الفني خدمة لوطنهم ومتهم. تسلم بارك الله فيك يا هلا. ألف شكر. شكرا. سلام عليكم. اسمي محمد صالح سلامة. يا هلا حياك الله. سلامات. والله اليوم جيت في موعد مع زوجتي تعرف كيف. ولله الحمد يعني حصلت كل حفاوة كل تكريم تعرف كيف من العاملين بالمستشفى. بعدين في لي بدي أوجه للدكتور أحمد عاشور مساك الله بالخير. كيف الحال؟ لي سؤال بوجهه من شقين اللي هو جيت قبل الحج اللي عندي موعد كان محدد في أشعة الليزر أشعة الكمبيوتر تعرف كيف. ولما جلست تفشت حياتي وبعد كده قالوا لي الجهاز عطلان استغربت. أنا رحت بعد يأس وداء بعدين جيت بعد الحج كمان نفس المنوال قالوا الجهاز عطلان. يا ترى هذا المدة دي الطويلة دي كلها يعني يستغرق إصلاح هذا الجهاز الحساس؟ طيب هذا الثاني تعلمون إنه هذا الجهاز الوحيد بالمنطقة الغربية الجهاز الوحيد بالمنطقة الغربية. هل من حقي كمواطن أن أطالب في علاجي في المستشفيات الخاصة على حساب نفقة إدارة المستشفى أم يحولوني على وزارة الصحة لكي أتمم علاجي؟ سؤال جيد ونقطتين جيدة ونشوف الدكتور لك عن الحقيقة. أولا أعتقد الجهاز اللي يقصده السيتي سكان اللي هو الجهاز أيوه جهاز الكمبيوتر. هذا الجهاز فعلا يعني هو تقريبا وحيد في منطقة جدة تابع لوزارة الصحة. فبعض الأحيان ما في جهاز اللي ما يتعطل لكن في جهاز صيانة موجود في المستشفى والمنوط بموضوع توفير الصيانة اللازمة له. قطع الغيار لهذه الأجهزة التخصصية يعني بتكلف ملايين الملايين ما تكون متواجد داخل جدة فيضطروا يطلبوها من خارج منطقة جدة لكن ما تأخذ الوقت اللي هي أكثر من أسبوع في عملية إصلاحها. في هذه الفترة لو كان هناك احتياج لمريض يعني معين لهذا الفحص واحتياج عاجل بيتم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة اللي هي يتوفر فيها هذا الجهاز على حسب وزارة الصحة إذا كانت الحالة عاجلة
ولا يمكن الانتظار. أما إذا كانت الحالة في إمكانها انتظار إلى إصلاح الجهاز يعني خلال أسبوع بالكثير، فبيتم انتظاره وما يحول إلى المستشفيات الخاصة. فهذا المبدأ موجود، مبدأ التحويل إلى المستشفيات الأخرى. نجيب على النقطة الثانية. النقطة الثانية فيها ممكن أنتم تحيلونه، ممكن وبنحيل أخيرا. نعم. في عدد كبير من المرضى بنحيله، وعلى نفقة وزارة الصحة في هذا المبدأ موجود. يعني هذا جميل والله، جميل ده، ولكن في بعض الأحيان ما بيحصل دي الحاجة يا أستاذ أحمد. الحالة عادية زي ما قلنا، الحالة طارئة، لابد أن تكون الحالة طارئة وما هي قابلة للانتظار، تستلزم أنه يتحول بصفة عاجلة. الحقيقة كله تكميل، يعني ما أقدر أقول إلا كله تكميل، وإن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا يسير وهذا الحاصل، ونبغى أن تكون هذه المستشفى في عروس البحر تكون من تضاهي مستشفيات العالم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. من زمان تراجع المستشفى هنا؟ والله براجع من زمان المستشفى، وراجعنا مستشفى الشاطي، ومع الأسف الشديد يعني المستشفى الشاطي ضمت إلى المستشفيات الخمس، تعرف كيف؟ واحترت الجهد أفضل، تعرف الجهد أكتر. وأنا حاليا يعني أجارك الله أنه مصاب بالتهاب الكلوي مع وديمة، وكنت بتعالج عند الدكتور سعود رحمة الله عليه في الشاطئ، وتعالج في مستشفى التخصصي في الرياض، وبيعطوني دواء اللي هو كرتيزون على ما بردزون ولا سكس. هلا سكس قال في حالة اللزوم، والبردزون هذا بصفة دائمة بس تخفيف الجرعات. ولكن في كثير من الأطباء الكرام تعرف كيف قالوا لي إنه هذا مؤثر، هذا لو استمرت عليه تصير موضع يعني ما تقدر تسلاه، ما تقدر تسلاه. وأنا بحاول بشتى الطرق إني بضاعف الجرعات وكمان بأتركه في عدة مرات، لكن إن شاء الله تشعر بتحسن. أيوة الحمد لله، لأنه أنا اللي فايدني إيش كثرة الحركة وعدم إعطاء أي مرض. وأنا أنصح جميع أخواني وأخواتي المرضى إنه لا يعطوا أي اهتمام لمرضهم ولا شيء، لأنه هذا الوسواس الخطير. الدكتور أهلا. اسمع الملاحظة. أيوة. أنا أنصح جميع أخواني وأخواتي المرضى بعدم وضع في ذهنهم وسواس المرض، لأنه ما زال أي شخص وضع في مخيلته وسواس هذا المرض انه معايا، صدقني انه ما حيتعافى لو يجيبوا له الاف. ايوه الوهم، لو ايوه يتوهم كيف خلاص يقول له الدكتور هو الحاجه الفلانيه، لا يضع اعتقاده كلها في الله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف راي الاطباء في موضوع توهم المريض. أيوة. من الحاله المرضيه اللي احيانا. تفضل دكتور. والله في الواقع هو إزالة، هو عامل مساعد جدا الحالة النفسية اللي ممكن الواحد يكون فيها، خاصة إن إذا كان أزاح الوهم وبدأ في عمل رياضة بدنية وعمل نشاط حركة، أكيد هذا لابد يكون في تحسن، لأن العمل النفسي له أهمية كبرى في الموضوع هذا. بالنسبة للاعتقاد وإنك أخذت من ماء زمزم، فهذا اعتقاد أعتقد كل مسلم يقول لك ماء زمزم لما شرب له، دائما اعتقاد طيب بالنسبة لأي مسلم منا يعتقد فيه. العمل النفسي مهم جدا. بالنسبة للكورتيزون وإنه بيعمل مضاعفات، طبعا الكورتيزون ما يؤخذ إلا تحت نصيحة واستشارة طبية وبالجرعات اللي حددها الطبيب، بيسبب بعض الانتفاخات، بعض المضاعفات، بعض القرح، مش عارف، هذه كلها عوارض الكورتيزون. واكيد انه اي طبيب كلى بيشجع على انه المريض يعني يحاول يقلل قدر الامكان من الادويه المعطاه، يعني كل المريض ما اخذ ادويه اقل كل ما كان سعاده بالنسبه للطبيب، لانه معناته كده انه بدا جسمه يعمل مقاومه وبدا يرجع لحالته الطبيعيه. وانا اتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله.
عليا خذ حنيني من عيوني وقبليا مهديا لا 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 يهمك قول عدالي عليا خذ حنيني من عيوني وقبليا لو عطيتك كل ما عندي ما تعرف الناس قدرك ولا إحساسي بحبك لو عطيتك كل ما عندي ما تعرف الناس قدرك ولا إحساسي بحبك لا 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 سعيد سفر الزهراني. يا هلا سعيد. والله أنا بالصراحة ما عندي سؤال لكن هي ملاحظة. كما هو المعروف مستشفى الملك فهد في جدة من أحد المستشفيات التخصصية الكبيرة في المملكة. على هذا الأساس عليه إقبال كبير من جميع أنحاء المملكة وخاصة المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية. مواعيد الزيارة في المستشفى يعني في الحقيقة هي محدودة ويعني من 3:30 إلى 6 المساء اللي في خارج منطقة جدة يصعب عليه ملاحقة المواعيد هذه بعد دوامه
اللي هو معروف الدوام الحكومي الى الساعه 2:30 وبعد الخروج وفتره غدا وكذا، فصعب عليه يعني انه يلحق الزياره في المستشفى. فيا حبذا ويا ليت يعني زي مساواه بقيه مستشفيات المملكه يكون في فتره مسائيه في الزياره، حتى لو تكون يعني تقلص من الفتره اللي هي المسائيه اللي في العصر، ويكون فتره مسائيه ايضا يعني تعطي فرصه وتقسم الزوار بالنسبه للمرضى، ويكون يعني هناك يعني موضوع الزيارة حقيقة وقت الزيارة هذا وضع مدروس جدا يعني بطريقة كبيرة. أولا أنه إذا أخذت فكرة عن عدد الزوار اللي بيجوا المستشفى حوالي يتراوح بين 4000 إلى 5000 زائر يوميا، فستستطيع يعني تتخيل مدى الكم الهائل من الناس اللي بيجوا يزوروا المستشفى. هذه تحتاج إلى خدمات، الزوار دول يحتاجوا إلى خدمات كبيرة في الاستقبال، إطلاعهم على محلات الناحية الأمنية، الناحية الاستعلامية، الناحية الخدمات الأسانسيرات إلى آخره. فهذا بيحتاج يوميا إلى عدد كبير من الموظفين لخدمتهم فيها. في وضع الدراسة إحنا درسنا إنه ما يتعارض مع تغيير المناوبات حقت الأطباء والممرضات، يعني في عندنا تغيير المناوبات حقت التمريض الساعة 3. فلو كان وضع الزيارة في هذه الفترة اللي هي بيقوم بجولات فيها الأطباء والممرضات فيها ومع دخول الناس، من صعب جدا يكون الهدف فيهم. فبالتالي خلنا بعد الساعة 3 اللي هي 3:30 إلى الساعة 6:30 اللي هي قبل صلاة المغربية، كمان حتى كمان الجهاز اللي هو الموظف المستشفى هذا بيكون عنده طاقة يعني بيشتغل من الصباح إلى نهاية اليوم وعنده يبغى يروح، وما عندنا القدرة إنه كمان نسوي فترة تانية للزيارة، لأنه بعد كده تبتدي فترة خدمات الأكل من الساعة 6:30 7 تبتدي في الأكل، وثلاث ساعات أعتقد وقت كافي ممكن هو الشخص هذا يتفيه. تقسم على فترتين على أساس اللي من خارج منطقة جدة، بس ظروف خارج منطقة جدة يعني زي مثلا من مكة من الطائف بيجي بعد الدوام فما يستطيع يلحق على فترة العصر أبدا. دائما يطلب منه أنه ينام بعد فترة الساعة 8 أو 9 في الليل ينام. لو خلينا فترة زيارة في الليل فيها أقلاق كبير لراحة المرضى، وما أعتقد أنه أحد من المستشفيات يعمل فيها زي هذا. معدل 4000 أو 5000 زائر يومي حق عدد كبير يعني. وصراحة يعني بيبذلوا جهد مشكور في الناحية دي، ولكن ده اقتراح والباقي يبدو أن الوقت مو مناسبك. إيه نعم، أنا يعني جاي من مكة لأزور مرضايا فالوقت بالنسبة لي صعب شوي. الله يبارك. وبعد هل ننتهي عند هذا الحد؟ أحسب أننا لم نبدأ بعد في مستشفى الملك فهد. الأسئلة كم كبير أمامي، و حيث أرى العديد والعديد من الأخوة المراجعين الذين لديهم الملاحظات، لكن أعدكم باستكمال بقية موضوعات مستشفى الملك فهد مع مجموعة أخرى أيضا من الأخوة المواطنين والأخوة المقيمين في حلقة قادمة من برنامج مع الناس، حتى نلتقي في الأسبوع القادم. أقول لكم شكرا وإلى اللقاء.